واحنا بنتكلم على نتائج الاتحاد بداية من انطلاق المسابقة بانتصار على فريق سيراميكا، ثم هزيمة أمام النادي الإسماعيلي 3-1، وتعادل بصعوبة أمام الجونة 2-2 قبل توقف المسابقة. والناحية التانية بنفس رصيد النقاط بلدية المحلة اللي قلت لحضراتكم في البداية بيعود مرة تانية لخريطة الدوري الممتاز. نعيد على التشكيلة مرة تاني بعد ما ظهرت على الشاشة: محمود ماهر وأحمد رضا ونور الزمان الزموري، محمد رجب، حسام حسن، عبد الرحمن اللهوني ويوسف حسن، فيبو حكيم أو فافور حكيم، هنقول بقى فيبو حكيم اسم الدلع بتاعه، عبد الرحمن سمانة في المناطق الأمامية، وحسام أشرف ومحمد أشرف. هنقف دقيقة صمت على روح شهدائنا في فلسطين الحبيبة، فلسطين في القلب. الشعب المصري خرج عن بكرة أبيه تأييدا ومساندة دائمة للشعب الفلسطيني. آدي البدلاء النهاردة على دكة نادي الاتحاد والكابتن طارق العشري لغاية ما نبدأ الدقيقة الصمت أو دقيقة الحداد، وقدر أحمد عبد الرؤوف إن هو يتعادل 3-3 مع الشوط الثاني. بلدية المحلة على يمنا، استاد غزل المحلة الاستاد العريق يستضيف مواجهة اليوم. كريم الديب دخل لجوه، ضغط الدفاعي من لعيبة البلدية، رجب عمران هو اللي بيكافح على الكورة ويلعبها عند بواتنج اللي راح من بره ال 18 ومتطرف. تاني رجب عمران هو اللي عمل الضغط كويس قوي من 30 متر الأمامية، عرضية في منتهى الخطورة، لسه خطيرة مش ممكن، يشتت الدفاع ويطلع لقدام. كل فرق بلدية المحلة في وسط ملعبها ياخدها ويخلصها وينطلق لقدام. عمرو صالح هتخط حلوة، عاوز يلعبها عند ميسي، يلعب احمد عادل، ميسي، تسديده جامده يا ولد يا لعيب، ايه الجمال ده، لقاء حلو، لقاء جميل، على طول ملعوبه المره دي، والانطلاقه موجوده من محمد اشرف اللي بيلعب عرضيه خطيره مش ممكن. القايم هنا والقايم هنا، حيرتينا يا كوره الحالي، انما هجمتين ادونا مؤشرات للشراسه الهجوميه لكلا الفريقين في مواجهه النهارده، سواء لعبه سمانه اللي جت في القايم، ودي خطا دفاعي ممكن، جول جول جول، قلت خطا دفاعي ويستغله على طول لعيبه بلديه المحله، حسام اشرف بيسجل ويحط فرقته في المقدمه بعد الدقيقه 13. كان لازم البدايه اللي احنا شايفينها سواء من لعيبه البلديه او من لعيبه نادي الاتحاد، الرغبه والعقيده الهجوميه لكلا الفريقين تنتج اهداف، وهو ده اللي ترجمه في الدقيقه 13 حسام اشرف. حلوة اللعبة، والراجل اشتغل على الخطأ الدفاعي، عدت هيت من أبو سليمة وسابها أبو سليمة بعد ما المهدي سليمان طلع، الاتنين اعتمدوا على بعض كده، يعني الخطأ هيبقى مشترك ما بين أبو سليمة، الكرة هيت وراه في ظهره وطلع المهدي سليمان اللي عاوز يخطفها بإيده، إنما برافو يا ولد يا لعيب اللي راح على طول حسام أشرف وبيسجل هدف التقدم لفرقته في لقاء اليوم. 1-0 لبلدية المحلة من التمريرة الأمامية اللي عملوها كويس قوي، واشتغل بين الاثنين المساكين بين ابو سليمه ومحمود شبانه بشكل اكتر من رائع. حسام اشرف سجل هدفين، حسام قبل لقاء النهارده سجل في افتتاحيه الدوري امام المقاولين العرب، وسجل في لقاء 3-3 امام فريق زد. وادي الاشارات والتعبير عن دعم القضيه الفلسطينيه من كل لاعبتنا في كل الملاعب وايضا من منتخبنا الوطني. يقرب منه عبد الرحمن اللهوني، هيبدا هجمه، عبد الرحمن طرف الشمال، محمد اشرف صاحب الخطوره الدائمه، عرضيه دخلت 18 الى حسام، حسام خطيره يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حسام اشرف جول جول جول، ايه الولد ده، مش ممكن. حسام اشرف لو سبته نص سنتي، لو سبته ثانيه لازم يسجل. النهارده في مشكله، في مشكله كبيره في القلب الدفاعي لنادي الاتحاد، قلب الدفاع تعبان لسيد البلد في لقاء النهارده، انما برافو يا ولد يا لعيب، حسام اشرف هدفين في 39 دقيقه، ادي الحكايه من اولها، عرضيه جميله من محمد اشرف، الاستلام وسايبه ابو سليمه لغايه ما الراجل استلم وحطها بوش رجله في سقف الشبكه، هدف تاني للبلديه في مواجهه اليوم، حلوه 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 من حسام واحلى من مصمم الهجمات الرئيسي محمد اشرف. لا البلدية قلت لحضراتكم في البداية عاملين موسم روعة الروعة، الجون بيتعادل المرة الثانية والثالثة، هنشوف كام دقيقة وقت محتسب بدل ضائع. أعلن بيهم المزيع الداخلي في استاد غزل المحلة، هشام صلاح يستلم حلم ويلعبها لأحمد عادل ميسي،
احمد عادل عاوز ياخد سمانه ياخده ويدخل بيه خطيره. ممكن ممكن جول جول جول. بواتنج بيسجل جول مهم جدا للعيبه نادي الاتحاد. احمد عادل ميسي هو اللي عمل الشغل كله ودخل واقتحم ال 18 ويلعب العرضيه عند بواتنج. جون هيفرق كتير مع طارق العشري ولاعيبته. ادي الكره وبدايتها من هشام صلاح الى احمد عادل اللي دخل حلو قوي وخد كده سمانه في ظهره وثلاث لعيبه واقفين ولكن رقابه بدون ما يقدروا يخلصوا الكوره لعيبه البلديه ويحط فيها رجله بنيامين بواتنج عشان يقرب النتيجه لفرقته ونادي الاتحاد. لا لقاء حلو لقاء حلو لقاء جميل لقاء ممتع. ثلاث اجوان في 45 دقيقه هدفين للبلديه وهدف لنادي الاتحاد بعرضيه احمد عادل ميسي والمتابعه الجيده لبنيامين بواتنج. 2-1 ولسه الشوط الثاني على مسؤوليتي. هنشوف اجوان هنا او هنا ما تفرقش معانا انما لغايه دلوقتي لقاء جيد جدا من كلا الفريقين. يمشي بيها يوسف حسن انما التمريره قطعها من الناحيه الثانيه عبد الرحمن وياخد معاه على طول صفاره نهايه الشوط الاول تقدم البلديه بهدفين امام نادي الاتحاد. استراحه نروح فيها للاستوديو التحليلي زميلي العزيز فتح الله زيدان ونجوم التحليل الفني تحياتي محمد عفيفي الى اللقاء مع احداث الشوط الثاني. وادي بنستعد لصفاره بدايه وانطلاق الشوط الثاني. على يمنا نادي الاتحاد بالقميص الاخضر والناحيه الثانيه نادي بلديه المحله بقميصه الشهير المقلم احمر في ابيض. هناك في اتجاه عبد الرحمن سمانه اللي بيشتغل في الجبهه الشمال الهجوميه. تمريرة أمامية وادي خطأ دفاعي خطير خطير يا ولد يا لعيب فان ديريك. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. هنشوف الحكم مدي ايه. مدي ضربة حرة غير مباشرة تسلل في اللعبة اللي فاتت انما كان هيبقى جون. اقل من دقيقة من بداية الشوط الثاني في منتهى السرعة عملوها لعيبة نادي الاتحاد وهنشوف كده اللعبة مرة تاني اللي اتعملت وضربوا بيها المناطق الدفاعية. فان ديريك عملها حلو قوي. اللاعب اللي جه من على دكة البدلاء وترقيصة ايه الراجل خد مدافع البلدية واحدة مفيش احلى من كده بنيامين بواتنج. انما اللعبة ايه وادي الخطوط بدأت. يمكن الراجل قصبت رجله كده مع نص ركبته كانوا سابقين انما الترقيصة ايه خد الراجل واحدة وقعت الواحد وهو قاعد يعلق من على الكرسي كمان. ترقيصة حلوة قوي طويلة أمامية. فان ديريك يلعبها لأحمد عادل في منتهى الخطورة. أحمد عادل في الضيقة إنما مقفل كويس قوي. محمود ماهر ومن قبل اللقاء كمان تشجيع وصوت في الملعب يحرك الحجر لفرقتهم اللي طبعا سعداء بالنتيجة لغاية دلوقتي. عرضية في منتهى الخطورة يا ولد يا ولد يا ولد. جول جول جول. أبو سليمة أبو سليمة أبو سليمة. أدي اللعيبة كده اللي حاسين برضو النهاردة إن المدافعين وادي الاحتفال هتفضل فلسطين في القلب وعلى الأعناق. إنما أبو سليمة بضربة رأس يسجل هدف التعديل في الدقيقة 81. 2-2 أربع أهداف النهاردة في لقاء قلت من بعد ربع ساعة في الشوط الأول لقاء جيد جدا. المؤشرات كانت بتقول لنا كده وفعلا اللعيبة ما خذلوناش بيه الاداء والاجوان اللي سجلوها. برضه الدفاع واقف ومحدش طلع مع ابو سليمه وطلع لفوق وحطها منتهى الجمال والروعه الهدف الثاني لنادي الاتحاد. ابو سليمه يسجل بعد ما عدل النتيجه وقربها اللاعب بنيامين بواتنج مع نهايه الشوط الاول. يقدر ابو سليمه يسجل الهدف الثاني لفرقته ومعاها صفاره نهايه اللقاء تعادل ايجابي بين بلدية المحلة على ملعبه مع الاتحاد السكندري. تقدم البلدية بهدفين للمهاجم حسام أشرف وعدل النتيجة بواتنج المهاجم الغاني ثم إسلام أبو سليمة في الشوط الثاني لنادي الاتحاد السكندري. عشاق ومتابعي شاشة أون تايم سبورتس في كل مكان سعدت بكم مع أحداث اللقاء اليوم. تحياتي محمد عفيفي ولكن إلى الاستوديو التحليلي الزميل فتح الله زيدان ونجوم التحليل الفني كابتن محمد عمر كابتن عبد الظاهر السقا. إلى اللقاء.